هذه التجزئات الاجتماعية لبلدية رأس ميعاد ولاية ولاد جلال، هذه الولاية الفتية، نحن نعاني منذ 2014 من هذا الموضوع. كل جهة تبعثنا لجهة أخرى، كل مؤسسة ولا كل مسؤول يبعثنا المسؤول واحد آخر يقول هذه مش مسؤوليتي، هذه ما هيش صلاحيتي. نحن المواطنين المستفيدين رانا نعانوا منذ 8 سنوات، نبحث اليوم على سؤال أو جواب واحد، من هي الجهة اللي راهي سكتتنا على حقنا؟ من هي الجهة اللي راهي يعني حقنا عدها؟ لماذا يتحفظوا على هذا الموضوع؟ هذا طرقنا كل الأبواب، رحنا لرئيس البلدية مرارا وتكرارا، رحنا لشيخ الدائرة مرارا وتكرارا، رحنا للسيد الوالي، درنا عارضة لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق، نطالبوا فيها بفتح تحقيق في الموضوع تاعنا هذا. لم نتلقى أي استجواب من أي طرف. السيد الوالي وعدنا وعد، قلنا هاني نوقفكم على موضوعكم بنفسي، رانا في 7 شهور أو 8 شهور، ما تلقينا حتى رد مقنع، حتى حجة مقنعة. رسالتنا للسيد الوالي وللسلطات كاملة، السيد الوالي نقول له ولقد وعدت وأنت أكرم واعد، لا خير في وعد بغير تمامي. نوجه نداءنا للسلطات المعنية والسلطات المحلية، حتى السلطات الوصية تنظر لموضوعنا هذا بعين الاعتبار. ما نزودوش عليكم بزاف، بارك الله فيكم. نحن مستفيدين من تجزيات رقم 170 برأس ميعاد ولاية ولاد جلال من 2018. جانا المقاول هنايا كما راك تشوف اسمه، قال لك راه كاين خطأ في الدراسة من 2018، وحنا نستناو ما كان حتى جديد. رانا كرهنا دين في قطعة الأرض بتجزئة 471 قطعة، بداوا في رأس الميعاد على مستوى ولاية ولاد جلال، بداوا في الأخر في البسباس، زادوا جاوا لهنا في رأس الميعاد، بداوا عندنا خدموا 1% حفروا وحطوا الأخر تيوات تاعهم وجابوا بوكلة وهزوهم، بعد راحوا وداروها في غلطة تاع غلطة لاسينيسمو، في غلطة الأخر تاع الدراسة، تاع الدراسة يتحمل غلطته هو. احنا علاه نسلكوا؟ احنا علاه نسلكوا؟ احنا علاه نسلكوا؟ احنا نمورا، وكاين اللي مات، كاين عندنا اللي مات، مات ما داش دارو، كاين اللي مات والله العظيم، كاين اللي مات والله مات دارو، ما داهاش، حلم بيها وما سكن ما شافهاش، حلم بيها وما شافهاش، فهمني؟ وعندنا اللي عنده معوقين حاب يدير لهم دار يسكنهم، كيلو عال حاب يدير لهم عش، مسؤول تعطيني سكن كيما هاك وتروح تغيب عليا ما تراقبش وما تجيش تشوف، راي غلطة، راي غلطة، روحوا شوفونا، روحوا شوفونا، إذا عاد عندنا حق مواطنة شوفونا، رانا نعانوا، المسؤول اللي نروحوا ليه يلوحنا في البروتوكول الصحي، مسؤول نروحوا ليه طبطبوا عليه الدار ما يفتحناش، واحد ما يستقل بينا، رانا في 7 سنين ولا 8 سنين وإحنا في المعاناة هذه. وشكرا وبارك الله فيكم، ونوصل للسلطات صوتنا للسلطات المعنية بالأمر هذا يشوفونا بعين الاعتبار.